اللي صار انه احنا اليوم من واجبنا ان ننقل الواقع الخدمي في محافظه الديوانيه، لكن جوبوا هنا اليوم من قبل القوات الامنيه وخصوصا من قبل الاستخبارات بضربنا على وجهي وضربه على ظهري وسحبي من هذه البنايه من الطابق الرابع الى الطابق الارضي، بالتالي تمسح بالرام، تمسح بالكاميرا، تمسح باليلق مالتي، تمسح بالستان، وتم سحب اقسام من قبل شرطه سوات، ويقول لي بالحرف الواحد اعطينا الرام لا اضربك طلقه براسك. هذه الصحافه الحقيقيه، بارك الله بالقوات الامنيه على هذا اللي ينقلون بالديوانيه. اليوم يقول لي باكر انا العفو اليوم اضربك طلقه، باكر ينفذ الطلقه براسي ويضربها براسي. هنالك قمع واضح وواقعي للصحفيين بالعراق. صحفي تم الاعتداء اكثر من 3 صحفيين في قناه العاد وفي قناه الشرقيه والتغيير والنجباء، تم الاعتداء عليهم من قبل القوات الامنيه. بالمقابل لا توجد هنالك حمايه يعني توفر للمواطن، كيف بحال الصحفي الذي هو السلطه الرابعه يتعرض الى انتهاك وضرب وشتم من قبل القوات الامنيه.